الوضع الأول كان صعب. من حوالي سنة ما كانش فيه أسفلت، كانت الدنيا بالليل ظلمة ظلمة كحل، ما كانش الواحد آمن يعني إنه يطلع. لما كانت الدنيا بتمطر علينا كنا بنغرق وما نعرفش نمشي، يعني تلاقي الدنيا بره البيت روضة، مجرد انك تطلع من البيت كده ما تعرفش تطلع. كانت الدنيا متبهدله، الصرف كان تعبان، يعني العيشه كانت صعبه. يلا يا خالد عشان ما تتأخرش على المدرسة. حاضر يا ماما. ركز يا خالد في دروسك. حاضر يا ماما. تحيا جمهورية مصر العربية. تحيا جمهورية مصر العربية. تحيا جمهورية مصر العربية. بس الطوارئ بقالها حوالي سنة، كل حاجة اتغيرت. الكاس والتخت كانت متكسرة طول وقت الزيت. الأستاذ كان بيكتب على السبورة كانش الحروف باينة، كان مش بنشوفه حاجة طول وقت ما كنا بنشوفه جديد أو بيكتب ونشوفه بننجله. أكبر عاوز أطلع دكتور أطفال. النهاردة هنختبر خد درس مساحة المربع ومساحة المستطيل، هناخد عليه سؤال، ولو عندي مربع طول ضلعه 5 سنتي عايز نجيب مساحته، مين يعرف؟ ماشي يا خالد، الرقم كام؟ 25 سنتيمتر مربع. برافو عليك يا خالد، برافو، شاطر خالد. أنا أول واحدة بنصحى في البيت، بصحي جوزي أول حاجة، بضطر وروح شغل، وبعد كده خالد يروح المدرسة. هو خالد الأول طبعاً كان بيبدأ لما بروح المدرسة كنت بنبقى قلقان، عشان لأن الأول كان بيجي يقول لي يا ماما سواع الحتت من السقف بتقع علينا، السلالم كان ممكن يقع من على الدرجة يتعور، نبقى قلقان عشانه خالص. دلوقتي الحمد لله هو أصلاً بيبقى حابب إن هو يروح المدرسة. كنت بنبقى قلقانة عليه لما بيطلع في الشارع، دلوقتي بقيت مطمئنة عليه لأنه الشارع أصلاً دلوقتي بقى أمان نظيف ومسفلت، ما عادش فيه قلق منه. جيت من المدرسة يا خالد؟ الحمد لله على السلامة. عملت إيه في المدرسة؟ الحمد لله. كله تمام؟ تمام. خذي الأكل وديه لأبوك في الغيط. أنا مزارع على دراعي، أنا عندي قطعة أرض صغيرة بنزرعها. الغيط بنزرع شوية قمح شوية ذرة. شوية عباد يعني. طبعاً كنت لازم ما تكفيش احتياجات بيتي واحتياجات. فبنضطر بقى ايه نطلع نشتغل عند جاري، عند حد عنده شغل ايه يومية كل يوم مثلاً، بحيث ايه يعني نجيب يومية ده ايه يعني على دراعي. نجيب رزق يوم بيوم زي ما بيقولوا كده. عملت ايه في المدرسة النهاردة؟ حلو. تمام يعني؟ تمام. هتروح النادي؟ هتروح النادي بس ما تتأخرش بالليل. أنا عضو في الجمعية الزراعية في منطقة زاوية الصدر. قدمت عشان يترشح على الناس اللي أنا منهم عشان نحل مشاكلهم. طبعاً العمل العام ده أنا مبسوط منه لأنه عمل تطوعي، نبقى أنا نفع لغيري وعمل خير بعد كده نستفاد بيه عند ربنا. الخدمة الجماعية بتقدمها للفلاح بتوفر له الأسمدة، بتوفر له التجاوي، بتوفر له المبيدات، لو في مشكلة ولا حاجة بتحلها له. ده العمل ده كله عمل للجمعية وعمل للأعضاء. عايزين نعرف وسائل تطوير وترشيد الري عشان نشرحها للفلاح يستفيد منها. احنا نقدر نكلمهم عن الري بالتنقيط، بيحتاج فيه مضخة رئيسية موجودة عند مصدر المياه،
تاني حاجة محتاج خط مواسير بيتركب على سطح الأرض. تالت حاجة ودي نقطة مهمة خالص، بتبقى عندي حاجة اسمها نقطات. النقطات دي بتبقى متركبة في خط الايه المواسير اللي موجود عندي. جزء من عمل التطوعي من قبل الفلاحين نرشدهم على الأسمدة، نرشدهم على مشكلة في الزراعة، مشكلة في الأرض. أنا عندي بذرة في إصابة كده، الدودة بتاكل من قلبي كده. ما بلعمتهوش أو رشيته أو؟ بلعمته قبل كده ورشيته، بس الإصابة بدأت موجودة. طب فريحك برسيم؟ ريح مني برسيم. تمام. ان مشكله البرسيم بيعمل فاكس. فاكس ايه؟ فراشه بتفكس في الذره بتشغل الدود، يعني بعد يومين ثلاثه من الرش او التبلعيم تبص تلاقي الدوده اشتغلت تاني. دي مشكله. المشكله الثانيه الارض بطاطس، الموضوع اصعب. فانت ممكن تكون رشيت حاجه ضعيفه. كنا بنلعب في الشارع وعلى الطوب، وكل الكعب اللي بيتكسر ما كناش بنعرف نلعب خالص. دلوقتي انا بتدرب في مركز شباب اللي في البلد. الارض الاول في المركز كانت بايظه، كان عاملينها اسمنت وكان فيها مطبات. دلوقتي بقى فنجله بنعرف نلعبه، والملعب مساوي بنعرف نلعبه. يعني هنا زمان ما كانش فيه الا مدرب واحد، دلوقتي بقى فيه مدربين مش مدرب. أنا بحب ميسي ومبابي ومحمد صلاح. بحب ألعب مهاجم. التغيير ما ننكرهوش. الأول كان الصرف، يعني صرف أهالي. اللي عنده أبار زي حالاتي كده، يعني إيه، عشان خاطر تستعمل المية تستعملها بالحكمة. لما جه الصرف اشتغلت براحتك. عواميد الإنارة دلوقتي حسستنا بالأمان، يعني أنت ماشي أنت تروح أي مكان بالليل زي بالنهار. كنا فاكرين ان المعيشه اللي احنا كنا عايشينها عادي، الناس كلها عايشه كده، انا زي جاري زي ده زي ده، فعرفنا ان ده ما كانش عادي. البيت دلوقتي اتغير عن الاول خالص. الاول ما كانش في ميه في البيت، كنت بملى من عند جيران. دلوقتي الحمد لله الميه بقت في البيت، والميه نفتح الحنفيه نغسل مواعيني وانا مرتاح عن الاول خالص. الحيطان ما كانش متمحره، الشبابيك ما كانش زي ما هي موجوده دلوقتي. الشبابيك دلوقتي بقت تمام، وسلك وجزاز وشيش. احلى حاجه في الدنيا ان احس ان انا عايشه حياه كريمه. Thank you.